تقول لي المواضيع دي كلها. خلينا نروح للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. يا باشمهندس ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك كابتن اسلام، بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. كابتن فتحي بيسلم على حضرتك، كابتن ماهر امامك، كابتن محمد حشيش بيسلموا على حضرتك. حبيبي وكابتن حمام. يعني يا باشمهندس عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، هو وضع اتحاد كره القدم ايه حاليا؟ لا هو طبقا للوائح المدير التنفيذي لحين انعقاد اول جمعيه عموميه. تمام. الجمعيه العموميه هتكمل مده المجلس، مفروض اللي هو ده اللائحه بتاعته. كمل مده المجلس ده، وبعد ما تنتهي مده المجلس يجي بقى تاني مجلس تاني يقضي الاربع سنين. يعني مفروض يتم الدعوه الى انتخابات، الانتخابات تنتخب مجلس يكمل مده المجلس اللي هو تم يعني استقالته او استقاله بالكامل. نعم. لكن حق إدارة ملف كرة القدم هو حق أصيل للمدير التنفيذي ومعاه المدير المالي طبقا للائحة. تمام. طيب. هم يديروا اتحاد الكورة دلوقتي. طيب، باشمهندس احنا دلوقتي داخلين على بداية موسم جديد، يعني خلينا نتكلم على موسم جديد، بلاش اللي احنا ايه؟ اللي احنا فيه. هل دلوقتي عند حضرتك وقت إن أنت عارف القايمة 25 ولا 30، عارف ايه اللي هيحصل، اللائحه بتاعه الموسم الجديد هتبقى عامله ازاي، ولا لسه لم تظهر اي شيء؟ لم يظهر اي شيء؟ ما ظهرتش اي حاجه، محدش عارف حاجه. انا سمعت النهارده ان هي 25/5 مواليد 1997، سمعت ذلك او نزل خبر على مواقع. لا رسميا يا فندم. نعم. هل في حاجه جت رسمي للنادي؟ لا للنادي لا رسمي لا، لكن نزلت على المواقع. ان ايه يا فندم؟ هتبقى القايمه 25 و5 بتكون 97 97 يعني 97 هتتلغي؟ طيب بدايه من 99 يعني 97 هتتلغي؟ طيب هل دلوقتي حضرتك مثلا، خلينا اتكلم حضرتك عن نادي سموحه، نادي سموحه مثلا عنده 35 لاعب، هل انت عندك وقت دلوقتي؟ حضرتك عرفت النهارده من المواقع، لسه ما جاش للنادي رسمي، هل حضرتك عرفت النهارده ان انت عندك 10 لاعبين مش هيبقوا في حسبان الكابتن حسام حسن؟ مشكله، اكيد مشكله. هتعمل فيهم ايه يا فندم؟ مشكله. لا مش ببلاش، الناس هتمشي ببلاش. سوق اللاعبين مزدحم باللاعبين المعروضين للبيع. وهتضطر انديه تجيب اللاعبين بتوعها من غير ما تستفيد منهم ماديا. اكيد هتحصل حاله من الارتباك. اللاعب السوري طبعا وشمال افريقيا هتحصل نوع من الارتباك وهتحصل نوع من الخسائر الماديه. نعم. طيب يعني شكل حضرتك تعبان يا باشمهندس. لا بالعكس، انا معجزه، انا صاحي ومتفائل وكل حاجه. نسال على شمال افريقيا. طيب ولاعيبه شمال افريقيا يا فندم، ولاعيبه اللعيبه السوريين؟ سمعوا ان في لعيب من شمال افريقيا هيكون موجود، وطبعا لاعب او فلسطيني، بالاضافه الى الاربع اجانب. ده غير اللاعب السوري كمان يا فندم، مظبوط؟ انا قلت لاعب سوري او فلسطيني. في حاجات رسمية كده، مفيش ملامح عن اللجنه اللي وزائد ان في لاعب يكون من شمال افريقيا، لان اربع لاعبين اجانب. هو طبعا عايز اقول لسيادتك حاجه، هو دلوقتي المفروض يبقى في نوع من الشفافيه التامه بقى، يعني يحصل نوع من الشفافيه التامه زي ما بتقول خطابات ترسل الانديه، او هو المفروض الانديه تجتمع الوضع الطبيعي، الانديه تجتمع وتناقش ايه المفروض يحصل في عدد اللاعبين السنه القادمه. ما محدش حاجه اساسا تكون بناء على رغبه الانديه. العالم ده بتبقى قواعد محدده بتحطها الانديه المحترفه في الدوري الممتاز. زي ما قلت لسيادتك لازم يكون في رابطه انديه محترفه تدير الدوري الممتاز منفصله عن اتحاد كره القدم. اتحاد كره القدم ممثل يعني. لكن اللجنه دي هي اللي تدير العمليه الاحترافيه، وتكون بعيده عن فرق الدرجه الثانيه والثالثه الى اخر هذا الكلام، ومراكز الشباب، لان المصالح متعارضه. مظبوط. مصالح متعارضه. واخد بالك؟ الانديه طبعا هي ادرى بظروفها. يعني الانديه تجتمع ولازم الانديه كلها صوت، العمليه بالعكس، يعني المفروض ما تفرضش اراء على الانديه. الانديه هي اللي تحدد، هي عارفه، هي اللي بص الانديه تستثمر غير تحط فلوس. وهي اللي بتكسب وهي اللي بتخسر، وهي السلعه اللي بتجيب لك فلوس. يعني الانديه هي دون الانديه مفيش دوري. تمام.
ما ينفعش ان حضرتك تفرض رايك اتحاد الكره او على الانديه، لازم يطلع القرار من الانديه. دي وجهه نظري. تمام، يعني اشكرك جدا يا باشمهندس على دائما الحقيقه بتثرينا بوجهه نظرك. اشكرك شكرا جزيلا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه وعضو مجلس النواب.